معنا مشاهدينا الكرام عبر سكايب من عمان كاتب والمحلل السياسي سيد عبد القادر النايل، مرحبا بك. إذا عشائر العربية في الموصل، اتهمت ميليشيا الحشد بفرض أتاوات على البضائع والمواد الغذائية المارة بين مدينتي الموصل ودهوك، إلى أي مدى يؤثر أو تؤثر هذه الإجراءات في حياة الناس بالموصل؟ اهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. من المعلوم تماما ان ميليشيات الحشد مارست جرائم متعدده، وبالتالي اصبح هدفها الان بعد السيطره على مناطق شاسعه في الانبار والموصل من ان تكون هناك رؤى او عمليات يتم تزويدهم بالمال، وبالتالي هم مجموعه اقطاعيات لا يخضعون الا لمجاميع متعدده فيما بينها كل يريد سرقة المواطنين. وما يجري حقيقة في الموصل هو يندى لها جبين الإنسانية، لأن الكل يعلم بهذه المأساة ويتفرج، فهم بين يعتقلون الشخص ويأخذون مبالغ مالية من أهله حتى يطلقون سراحه، وبين أن يأخذون حتى في سيطراتهم أو نقاطهم التفتيشية أتاوات من المارة ومن البضائع، وبالتالي يحملون السلع الغذائية البسيطة اليومية مبالغ ضخمة على السيارة الواحدة، وبالتالي حقيقة ترتفع أسعارها على المواطنين. هذا حقيقة يؤثر كبير على المواطنين، لأنه حتى في منطقة الحضر لدينا معلومات الحدودية هناك يتم عملية سرقة المواشي من الأغنام وتهريبها إلى الجانب السوري، فميليشيات الحشد تتنوع في عملية ادخار المال او سلب المال او سرقه المال من اهالي الموصل بطرق متنوعه. نعم. في منطقه الكليف ومناطق اخرى يتم زراعه حقيقه المخدرات، اصبحت هناك مناطق في القائم في الانبار وفي الموصل حقيقه يجري الان عمليه زراعه المخدرات والاتجار بها من قبل ميليشيات الحشد، لذلك فهم يؤثرون على المواطنين بطريقه كبيره وشاسعه، واصبح المواطن حقيقه يفكر في الخروج من هذه المدن وهذه المناطق التي تخضع لميليشيات الحشد، وبالتالي ايضا هدف الحشد اخراج الناس مره ثانيه الى النزوع. وبالفعل هناك عوائل وصلت الى اربيل نازحه مره ثانيه من اجراءات الحشد وبطشه من خلال فرض الاتاوات الماليه وسرقه المنازل وسرقه البضائع والاعتقالات والمداهمات والابتزازات بطريقه واسعه تماما. طيب، هذه الأتاوات التي تفرض وتفرضها الميليشيات على البضائع بدون أي مسوغ قانوني طبعا، هل باتت تلك الميليشيا فوق الدولة؟ من المؤكد أنه الذي يرى واقعا ميدانيا خصوصا في محافظة الموصل والأنبار وصلاح الدين وديالة وحزام بغداد يرى أن هذه الميليشيات هي أعلى من الدولة، وبالتالي أعلى من كل القوانين الموجودة، لأن القوانين النافذة المحلية والدولية تؤكد على أن هؤلاء مجرمي حرب، لأنهم يمارسون حملات تطهيرية عرقية وطائفية، وبالتالي سرقات تأتي بقضية ممنهجة، والقوانين معلومة تماما أنهم كل من يعمل ويرهب ويسرق تحت زي الدولة كما يدعون يعاقب بعقوبات حسب المادة 92 والمادة 95 مؤبد ويعاقب بطريقة الإعدام. لكن هذه الميليشيات تسرق وتأخذ الأموال، وبالتالي تضيف لعملياتها تهريب المواشي خارج العراق، وبالتالي تعمل على سرقة الحديد وسرقة كل ما خف وزنه من المعامل وغيرها، المعامل الأهلية أقصد، ويأتي تهريبها إلى مناطق حدودية مع إيران. وعلى هذا الأساس كل هذه الأعمال تجري، كلها تؤكد على أنهم هم أعلى سلطة موجودة، وبالتالي الدولة متواطئة إن لم تكن الدولة حقيقة هي التي تستفاد منهم وهي التي تدعمهم، لأنها هي التي وفرت لديهم سيارات الدولة وهويات الدولة وطريقة الحرية والعمل الواضح تحت هذا المسوق، وتحت أن هناك هيئة حشد تابعة للحكومة، وإلا فإن إجراءاتهم عندما يتم اعتقال الناس وأخذ الأموال وإطلاق سراحهم وهذا كله حقيقة بدون إجراءات لا قضائية ولا أهالي المعتقلين يعلمون ذويهم، وبالتالي من لم يدفع يتم قتله ورميه في قوارع الطريق. هذا كله حقيقة يأتي في سياقات أنهم أعلى من خلال أنهم يستخدمون كل سلطاتهم، وبالتالي لا يكون هناك لأي جهاز دولة أن يحاسبهم بما فيها الجيش أو قوات السوات، وقد علم الجميع قبل أيام كيف تم تطويق مبنى أو مقر قوات السوات جهاز الارهاب الذي كانوا يعدونه هو الحكومه رقم واحد لديهم،
واعتقلت ميليشيات الحشد ضباط منه، فبالتالي هم اجراءاتهم اعلى، لا صاحب الجيش ولا قياده العمليات ولا الضابط ولا ضابط الشرطه المحليه يستطيع التحدث معهم او التفاهم حتى. هذه التصرفات من الميليشيات تجاه القبائل العربيه في الموصل وغيرها من المدن، هل لها علاقه بما قامت به هذه الميليشيات في اثناء العمليات العسكريه على المدن كالموصل وغيرها؟ هو السياق نفسه، يعني العمليات العسكريه كانت عمليات ليس فيها سكان، وربما سكان قليل، وبالتالي مارسوا الاختطاف والسرقه. يعني لدينا نحن حوادث مسجله وموثقه، حتى اواني المطبخ المستخدمه سرقوها من المنازل الناس. اليوم حقيقه يجري عمليه تنوع اخر، وهو زياده في هذا الاجرام من خلال انهم يبتزون العوائل في ابنائهم، ويبتزون العائله حتى تدفع مبلغا ماليا حتى تعود لبيتها، مع ان التشيك الامني بالكامل يقول انه هذه العائله ليس هناك في حقها اي تقرير، لا من مخبر سري ولا هناك اي معلومات عليها تؤكد ان هناك شوائب، وبالتالي لا يسمح لها بالعوده حتى تدفع مبلغا ماليا. ثم بعد ذلك يفرضون على المحلات، لا يمكن لصاحب محل تجاري صغير او كبير يفتح حتى يتم دفع مبلغ مالي لهذه الميليشيات، وطبعا مقسمه الميليشيات مقسمه، كل منطقه تاخذها، مثلا ميليشيات سيد الشهداء في الموصل داخل المدينه داخل الجانب الايسر تفرض الانتقال من شارع الى شارع ان يدفع عتاوى هذا التاجر او هذا صاحب المحل الصغير، لذلك هم يفرضون وزادت عملياتهم، بالتالي هم يعملون على اساس طائفي بحت، وبالتالي مع يعني عملياتهم بالتأكيد مشابهة للعمليات العسكرية التي كانت موجودة ضمن العمليات ما يسمى استعادة المدن من داعش. إذن في الوقت الذي تقول حكومة في بغداد أنها تريد فرض الأمن في البلاد، ألا ترى أن هذه التصرفات تشعل الفتنة وتقوي فرضية خروج الناس للتظاهر؟ بالتأكيد الحكومة في بغداد لأنها اليوم أصبحت محمية من الميليشيات بطريقة واضحة، ولأن الميليشيات أصبحت هي الذراع الأساس في تشكيل الحكومة، وقد رأيتم أن البرلمان والحكومة ورئاسة الجمهورية كلها قد خرجت من عباءة السفير الإيراني، وهذه الميليشيات تتكلم بإطار طائفي واضح وتعمل على تأجيج الفتنة الطائفية، لأن إيران أيضا تريد بقاء العراق محتربا طائفيا حتى يبعد شر الحصار والإجراءات الدولية ضدها، وبالتالي هي تريد العراق لن يكون مستقرا، لذلك هي حقيقه تعمد على ان تكون هناك مناوشات طائفيه، وهي تؤجج الفتنه الطائفيه، بل اقول لها بصراحه ان العشائر العربيه السنيه في الانبار وفي الموصل وفي صلاح الدين تعتبر وجود ميليشيات الحشد الشعبي في هذه المحافظات احتلالا ايرانيا صريحا، وان هؤلاء ادوات احتلاليه بطريقه واضحه تماما، لذلك بالتالي الناس تفكر ابعد ما من الخروج بالتظاهرات، الناس تفكر في عمليه استعاده المدن من هؤلاء، وبالتالي القادم ينظر بسوء كبير، لان هؤلاء لا زالوا هم متواجدون وهم من يتصرفون بكل حتى الدوائر الصغيره في الاقضيه والنواحي هم يتحكمون فيها بطريقه واضحه، لذلك الناس سئمت ووصلت الى مرحله الغليان. ونحن لا نتوقع ان الايام القادمه او الاشهر القادمه ستكون معبده بهكذا استسلام او معبده بهكذا اجواء، بالتاكيد ستكون الناس مقبله على الانفجار من جراء ممارسات طائفيه لهذه الميليشيات. اشكرك الشكر الجزيل عبر سكايب من عمان كاتب والمحلل السياسي عبد القادر النايل.